وتم تهيئة الإنارة والمراوح والتبريد، وتم رفده ب 600 سجادة من السجاد الفاخر، إضافة إلى المياه، إضافة إلى الكتب والقرائن و بعض الزيارات التي تم تعليقها في الجدران. نشرع الآن باستقبال الزائرات الكريمات في صحن أم البنين عليه السلام، ولتقديم مجموعة من الخدمات الصحية والطبية والثقافية والدينية وغيرها، ليكون هذا المكان ملاذا لإيواء الأخوات الزائرات ولراحتهن.